في كلمة موجزة لدى إشرافه على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء اليمين باللحظة التاريخية بكل المقاييس، لأننا نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء، ولا شك أن من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع وفي كل دولة هو القضاء العادل والمستقل، وقد أقسمتم الآن على احترام استقلالية القضاء، فلا قوام للدولة إلا بقضاء عادل، ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على خوض حرب بلا هواد ضد الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة، وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب وبقوته. فسووا بين الجميع طبق القانون، ولا تأخذكم في الحق لومة لائم. نحن نخوض اليوم وفي هذه الأشهر نخوض معركة تحرير وطني، فلنخوضها معا في إطار القانون، وليتحمل كل واحد منا مسؤولياته أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ. وقبل ذلك أدى أعضاء المجلس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي اليمين خلال موكب انتظم في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أصدر بالمناسبة الأمر الرئاسي المتعلق بتسميتهم. وتتكون تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من 21 عضوا بحساب 7 أعضاء لكل مجلس، 4 منهم يعينون بصفتهم، و3 قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى ويعينون بأمر رئاسي. كما يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.